بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أحمدك اللهم أن رضيت لنا الإسلام دينا وبعثت فينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في ليلة جديدة من ليالي هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان، شهر النفحات، شهر الخيرات، شهر الذكر والتسابيح، شهر القيام والتراويح. نحييكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية ومن مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث نقدم لكم هذه الاحتفالية الجديدة من احتفالياتنا الإيمانية المباركة. ونستهل هذه الاحتفالية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية بهذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة يوسف برواية حفص عن عاصم، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. وقال ادخلوا مصر إن شاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد الاستماع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يسعدنا أن نقدم لحضراتكم هذا الحديث الديني الذي يقدمه لنا فضيلة الشيخ هاني عنتر السباعي، وموضوعه فضل قضاء حوائج الناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، حديثنا في هذا اللقاء المبارك يدور حول فضيلة من مكارم الأخلاق التي حث عليها شرعنا الحنيف، ألا وهي السعي في قضاء حوائج الناس. والسعي في قضاء حوائج الناس فضيلة من الفضائل التي أمرنا بها الشرع الحنيف وجعلها مكرمة للإنسان الذي يفعلها. يقول تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل قضاء حوائج الناس من باب الشفاعة الحسنة التي أمر الإسلام بها الإنسان في كل وقت وفي كل آن. الله تبارك وتعالى يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طلبت إليه حاجة يقول: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والشفاعة أو قضاء حوائج الناس لا يكون في أمور المادة فحسب، وإنما يتعدى كل أمور الحياة من الأمور الحسية والأمور المعنوية. فهناك بذل الجاه، وهناك بذل المال، وهناك بذل العلم، وهناك بذل القوة، وهناك كل مناحي الحياة ينبغي للإنسان إذا استطاع أن يقضي بها حوائج غيره أن يفعلها ولا يبخل بها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا المثل الأعلى في قضاء حوائج الناس. رؤيا أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله، إن لي عندك حاجة. انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت، فاختاري ما تريدين حتى أقضي لك حاجتك. وقضى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قضوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فها هو ذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلب، يعني الآن صار خليفة، فشغلته الخلافة أو فتشغله الخلافة عن قضاء حوائجنا. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إني والله لا أرجو ألا يخرجني ما دخلت فيه عن أمر كنت أفعله. وقضاء حوائج الناس من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل يسأله: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله عز وجل، وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا.
أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يختم لنا أعمالنا بالحسنى، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. ونصل بحضراتكم إخوة الإيمان والإسلام إلى ختام هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. نصل إلى هذه الابتهالات الدينية سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، ونبقى مع المبتهل الشيخ سعيد محمد هزاع. نسب شريف طاهر ساد الورى، نسب شريف طاهر ساد الورى، عزا وإجلالا ومجدا فاخرا، ما زال يعلو ما زال يعلو شانه وكماله حتى بدا في الكون مسكا عاطرا، والله شرفه والله شرفه وأعلى قدره، والله شرفه وأعلى قدره، ومن السفاح حما حما حماه وطهرا، وكيف لا وكيف لا 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 والعقد فيه المصطفى الهاشمي الهاشمي، من جاء بدرا نيرا، الهاشمي الهاشمي من جاء بدرا نيرا، فأصوله وفروعه بجنابه نالت 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 من المولى عطاء وافرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه.